خليني ابدا البدايه من الصفر ومن الاول خالص، ويمكن بالتاكيد لما موجودين في نادي الزمالك الناس بتحتاج تعرف نجوم نادي الزمالك طلعوا ازاي. فخليني ابدا مع معاذ، وكلمني عن بدايه مسيرتك ولعبك لكره القدم، وهل كنت بتلعب مركز ثاني غير حراسه المرمى وبعد كده حارس مرمى؟ احكي لنا. انا في الاول ابتديت طبعا من وانا صغير خالص، من وانا عندي 5 سنين كنت بلعب في نادي الشمس، بس كنت لعيب لسه، ما كنتش حارس مرمى خالص. كنت مركزك ايه؟ كنت باك ليفت عشان انا اشول اصلا. لغايه 9 سنين كده كان الحارس بتاعنا حصل له اصابه، فما كانش فيه حراس في الفرقه خالص، فالكابتن كان بينزل كل لعيب شويه يقف عشان كان فيه تمرين على الجول وكده، لغايه لما جه دوري. فكنت كويس وبصد كويس، والكابتن شاف ان ستايلي كويس يعني، فقال لوالدي ان انا ابقى حارس مرمى يعني. طبعا كان في اعتراض في الاول لغايه طبعا يعني لما ربنا كرمه وبقيت دلوقتي حارس يعني الحمد لله. وبعد كده انضميت لنادي مصر المقاصه وانا عندي 13 سنه كحارس. كحارس بقى انا من اول 9 سنين كنت حارس، ورحت طبعا. وانت اقتنعت بعد اول تمرينه ليك انك تنفع؟ ما كنتش طبعا موافق في الاول، بس بعد كده مع التمرين وكده بقيت حارس، واصلا في البيت ومع اخواتي وكده كنت بقف حارس، واخويا كان بيقعد يشوط عليا، فيعني كنت مبسوط شويه وما كنتش مقتنع في الاول، بس بعد كده بقى حريف. طيب انت كنت باك ليفت؟ كنت لعيب باك ليفت. اشول حريف. اه انا اساله هو يعني، بس هو يقول لك بقى. انت عارف ان كابتن عبد الواحد السيد برضه بدأ حياته كمهاجم، ما كانش جول كيبر، وبعد كده من مهاجم بقى جول كيبر، ولكن الباك ليفت ده بيبقى لعيب حريف يعني على مدار العصور. نادي الزمالك كابتن طارق السيد، كابتن محمد عبد الشافي، فتوح، دلوقتي 3 لعيبه طبعا حريفه، اللعيب الاشول دايما بيبقى حريف. فانت دي ما حسيتش انك عايز تدي اكتر كباك ليفت تبقى حريف وتبين قدراتك، ولا اقتنعت تماما؟ لا اكيد في الاول كنت عايز كده، بس في الاخر اقتنعت يعني، والحمد لله يعني ربنا كرمني فيها وبقت كويس، والحمد لله دلوقتي ربنا كرمني يعني. فبعد انضميت نادي مصر المقاصه لغايه 16 سنه وعملت عقد معاهم وطلعت فريق اول، وجيت النادي هنا من وانا عندي 18 سنه. مين اول مدرب استقبلك في النادي؟ هو كان كابتن احمد عبد الرؤوف هو اللي جايبني النادي، وكابتن حسين السيد. كابتن احمد عبد الرؤوف وكابتن حسين السيد، وكانوا عارفين انك باك ليفت؟ لا قلت له محدش ولا يعرف. انت خلاص الموضوع ده محدش يعرف، كتمته جواك ومركز؟ لا ده هو دي حاجه وانا صغير يعني، مش كتير اللي يعرفها يعني. مصطفى عامل ايه؟ الحمد لله كده. طيب خليني اسالك، بدايتك كانت ازاي في الكوره؟ انا كنت بلعب في مركز شباب المعادي وانا عندي 10 سنين لغايه 16 سنه. مركزك؟ كنت بلعب هاف رايت، دلوقتي هاف رايت وصانع العاب وباك ليفت يعني. كمل ما غيرش، محدش قال لك غير. بس جيت نادي الزمالك في 2017، جيت اختبارات، كابتن احمد صلاح هو اللي اختارني وكابتن منتصر البدايه. من الاختبارات يعني انت كنت في المعادي ورحت اختبارات عادي؟ رحت اختبارات، رحت 4 اختبارات بس، فكابتن احمد صالح وكابتن منتصر الجداوي هم اللي اختاروني وانضميت للفرقه بعد شهر من الاختبارات. ومين اول مدرب اتمرنت معاه في الفريق الاول؟ لا في اول ما بدات مع نادي الزمالك كابتن احمد صالح. كابتن احمد صالح وبعد كده منتصر الجداوي وكابتن ثابت برضه. طيب اتكلموا معاك اكيد في الفتره من انك جاي من مركز شباب لنادي كبير زي نادي الزمالك، اكيد الفتره دي كانت جواك في شخصيتك في اختلاف كبير جدا ورهبه وفرحه في نفس الوقت. ايوه طبعا كنت مبسوط ان انا في نادي بحجم نادي الزمالك، وكانت نقله كبيره بالنسبه لي ان انا انتقل من مركز شباب لنادي بحجم نادي الزمالك. طيب انت بتلعب في اكتر من مركز يعني، قدامي فريق الاعداد محضرني بيقول لي انت صانع العاب وخط وسط هجومي او جناح، ايه المركز المفضل ليك؟ صانع الالعاب وهاف رايت برضه. يعني انت بتنزل بترتاح تلعب في اي حته في الملعب مرتاح؟ انا عايز العب في المكان ده هبقى براحتي، سيبوني ابدع يعني. هاف رايت. هاف رايت مكان كابتن شيكابالا كده، مكان كابتن هو مثل الاعلى صراحه في مصر. بيتكلم معاك؟ طبعا بيقول لك ايه؟ كتير. بيتكلم معايا في المركز ده ازاي اتحرك وازاي اشوط. بيتكلم معايا كويس في الحته. طيب دي شايف ان المركز ده في نادي الزمالك مركز صعب جدا، ويمكن وجودك في المركز ده انت محتاج في نجوم عندك شيكابالا وزيزو، كان قبل كده في مصطفى فتحي، فانت شايف المركز ده مركز صعب جدا جدا عشان تطلع وتثبت نفسك، بتتكلم مع نفسك ازاي الحاجات دي؟ اكيد الكلام اللي بقوله ده مش اول مره انت تقوله لنفسك او اول مره تسمعه. لا انا بحمس نفسي طبعا ان انا زي اكون زي كابتن شيكابالا، وزي بقول لحضرتك هو بيتكلم معايا ازاي يعني استفيد منه في المهاره وفي الشوت والباص وازاي اعمل سرو.
وبالتاكيد انت بيتكلم معايا فيه. ما دام يعني سنك صغير وتم تصعيدك للفريق الاول فبالتاكيد الجهاز الفني عارف مين هو مصطفى شكري، وعارف مصطفى شكري يقدر يعمل ايه مع الفريق الاول.